ما زلنا معكم على الهواء مباشرة، ما زلنا معكم في حفل ختام مهرجان اسكندرية، ومعايا مدير مؤسسة السينما السورية مراد شاهين. برحب بيك، ويعني عمالة أعمل نداءات عايزة مهرجان دمشق السينمائي يرجع تاني. ان شاء الله ان شاء الله نحن بنشتغل على الموضوع، والسيد وزير الثقافة في سوريا كمان بيشتغل على الموضوع. بس بتعرفي هذا الموضوع، الأوضاع بسوريا مرتبطة ببعض الأمور الأمنية، فإن شاء الله إذا كانت الظروف تسمح رح يصير المهرجان إن شاء الله. عايز أعرف منك يعني شايف إزاي العدد الكبير والوفد السوري والأفلام المشاركة المكرمين النجوم السوريين في مهرجان السوري. هلا بالبدايه هيك بحب بالبدايه اشكر كل القائمين على مهرجان الاسكندريه السينمائي، وعلى راسهم الاستاذ الامير اباظه. كانت هي مشاركه جميله جدا وملفته ورقيقه جدا، نحن كثير انبسطنا بوجودنا هون بالمهرجان. والحقيقه ان شاء الله يعني الافلام السوريه لاقت اعجاب كبير من الجمهور المصري. هذا الشيء بسطنا كثير وحبينا كثير المشاركه، وان شاء الله بك رح يكون في مشاركات قادمه باذن الله. معظم الافلام السوريه اللي شاركت في المهرجان افلام سياسيه او طبعا عن الحاله اللي بتمر بيها سوريا. هل المؤسسه قصدها ان معظم الافلام اللي تنتج انها تكون صوت السوريين في العالم من خلال المهرجانات؟ اكيد اكيد، نحن كمؤسسه بننتج افلام جاده، ما فينا ننفصل عن الواقع اللي عايشته سوريا اليوم. يعني نحن اليوم ما فينا نعمل فيلم سينمائي عن حالة أخرى غير الحالة اللي موجودة في سوريا. فكل نتاجاتنا السينمائية اليوم بتحكي عن الوضع، عن قضايا الناس ضمن الأزمة اللي عم تعيشها سوريا. يعني طبعا اللي عجبني ان احيانا لما بيبقى في ازمه في البلد بيبقى الاولويه للتعليم وللصحه والبنيه التحتيه، ولكن انتوا ما بعدتوش عن السينما والدراما. عايز اعرف ده كان الهدف الاساسي منه ايه، وانا بحييكم عليه. طبعا احنا عندنا ماساه هنا ان الفلوس كلها، ما فيش فلوس لا لوزاره الثقافه ولا للاعلام لانتاج مسلسلات او افلام، كلها حاجات شخصيه او منتجين منتج خاص اللي بينتج ده. لكن انتوا هناك كنتوا مصرين ان العدد يبقى كبير ويمكن اكبر من قبل الازمه السوريه. الهدف الاساسي، الهدف الاساسي انه السينما هي بشكل او باخر هي بتوثق كل مرحله من مراحل اي دوله او اي شعب. فالمرحلة الراهنة اللي احنا عم نعيشها بسوريا لابد من توثيقها بشكل من الأشكال، لأنه الأجيال الجاية رح تشوفها لهي المرحلة، رح ترجع تشوفها وإن شاء الله رح تتعلم منها. فهذا السبب الأساسي أنه الدولة السورية زادت بكم الإنتاج السينمائي لحتى تكون السينما شاهد على عصر، شاهد على مؤامرة عاشتها سوريا ودفعت ثمن كبير وغالي كتير. أنا طبعا سعيدة بيكو وسعيدة بالوفد السوري اللي بيشارك، وأتمنى ترجع لسوريا معك كذا جايزة، وأنا بوعدك إن شاء الله أنا متأكدة ومتفائلة. وأنا بقول الكلام ده قبل توزيع الجوائز، ولكن هتخش وتشوفوا إن أكيد سوريا هتفرح وهتاخد جايزة وأكتر من جايزة في الحفل الختام. إحنا في انتظار المهرجان، في انتظار اللقاء التاني يكون في الشام، في انتظار إن إحنا دايما نكون مع السوريين قلبا وقالبا إن شاء الله. ومرة تانية بقول لك منور مصر وأهلا بسوريا كلها في اسكندرية. أهلا وسهلا فيك. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة من حفل ختام مهرجان اسكندرية، ما زلنا مع النجوم وأحلى النجوم والمخرج المبدع عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية. برحب بيك وبقول لك منور مهرجان اسكندرية. ربنا يخليك، انت اللي بتنورينا دايما. يعني طبعا انا عارفه ان على قد ما بتستمتع بمهرجان اسكندريه بوجودك مع زمايلك اللي ما بتشوفهمش بقالك فتره والضيوف اللي موجودين من جميع انحاء الوطن العربي، الى انك برضو بتبقى متواجد للعمل والمراقبه والمتابعه ومعرفه السلبيات ومعرفه الايجابيات، وبيبقى مجهود ذهني اكتر منه انبساط بالمهرجان وافلامه وندواته. فطبعا انا عارفه ان انت جريء وصريح، فعايزين منك السلبيات الأول وبعدين ندخل على الإيجابيات. لا أكيد كل مهرجان فيه سلبيات،
انا يعني سلبياتي ان العدد المسابقات كبير جدا، يعني لجان التحكيم اما طلعت على المسرح في الافتتاح كان عددها كبير جدا. ده رايي. وبعدين في يعني احنا كنا متعودين في اسكندريه بنتواصل مع الجمهور مع في وسط البلد وبتاع، هنا السينمات بقت جنب المقر الاقامه فالتواصل قل شويه. انما طبعا في ايجابيات كثيره وهي تظاهره فنيه، واسكندريه متعوده على ده، تحس انك اسف لابسه شورت مش لابسه يعني. انا ما انا بشوف ان معظم حتى الاعلاميين طالعين بالشورتات. أيوة. يعني الموضوع موضوع بحر اكتر منه، مع ان الاوتيل بعيد عن البحر تماما. بعيد عن البحر، وده من السلبيات اللي لازم تكلمني عنها وازاي نتلاشاها. ان يعني في ضيوف المهرجان جم قالوا هي اسكندريه على بحر. ده حقيقي، ولكن ده التكلفه الماديه، اكيد اللي على البحر بيبقى اغلى شويه، فهم بيحبوا يعزموا اكبر عدد. انما انا اطالب مثلا بالمحافظه تعمل رحلات يوميه للضيوف يطلع، يعني الناس كتير جدا. انا طلبت المحافظ وطلبت رئيس المكتبه انه يعمل جوله للضيوف داخل المكتبه، لان طبعا المكتبه مهمه. وطلبت من المحافظ ان الاماكن الاثريه والاماكن اللي على بحر انه لازم يعمل جوله، يعني يصرف ضيوف الاجانب اللي موجودين خدتهم على حسابها وعملت جوله في المنتزه وقصر المنتزه ووريتهم اسكندريه وخدتهم القلعه وخدتهم عند كوبري ستانلي، يعني وريتهم كل معالم اسكندريه بمجهود شخصي منها كضيف شرف للمهرجان. والسنه اللي فاتت الهام شاهين وهلا صدقي عملوا ده برضو مع الضيوف الاجانب لما كانوا اعضاء لجنه التحكيم خدوا اللجنه. لكن ما يكفيش ان الفنانين يعملوا ده بصفه شخصيه، لازم المحافظه نفسها. المحافظه والسياحه وبتبقى كمان المهرجان دي مش شغلته قوي، انه فده شغل المحافظه. لازم جولات يوميه للناس، يعني ازاي في ناس توانسه بيقولوا فين قصر المنتزة، وده شيء يعني لازم ابين الاماكن الجميله. يعني انا مسافر ان شاء الله الاسبوع اللي جاي مهرجان مالمو في عضو لجنه التحكيم، فوجئت انهم بعتين لي الافلام اشوفها هنا عشان اروح اتناقش ونطلع النتيجه عشان مش هتفسع. هو ده فكر سياحي صح، شوف البلد يستغل المهرجان لشكل اخر. احنا لازم نعمل كده يعني. احنا ما فيش جواب شديد اللهجه من اتحاد النقابات انه يروح لمحافظ اسكندريه يبلغه استيائنا من عدم استغلال محافظه اسكندريه للمهرجان من الناحيه السياحيه، وان الناس تشوف المحافظه ديت شكلها ايه، الضيوف اللي موجودين. لا انا شايف اننا ممكن نبتدي، يعني ده اقتراح اننا نبتدي للمهرجان الجاي نعمل ده، يبقى في كل سنه بنقول الكلام ده والمهرجان الجاي ما بنفس الشكوى. ان احنا في مكان الاوتيل قاسم، ما كنا في اماكن تانية ما كانتش الشكوى دي موجود لانها في وسط الحدث هي دي. انما انا اعتقد السنه الجايه لازم ده هيبقى على الخريطه ونكلم، لان كمان المحافظ جديد للامانه. ما هو المحافظ طبعا لسه جاي، ولكن المسؤولين يعني انا بتمنى ان شاء الله. وبرجو ارجو التواصل مع الجمهور. يعني احنا نزلنا مركز الابداع، احنا كان نقابه السينمائيين عاملين ورش بنشوف الاولاد وبتاع. النشاط ده كمان لازم يتغطي اعلاميا كمان. يعني انا عايزه اقول انا الكاميرا الوحيده اللي كنت في مركز الابداع بتصور، الكاميرات مش عايزه تتنقل من الاوتيل لمركز الابداع عشان تنقل الحدث عشان الطريق والبعد والحاجات دي كلها. فلازم الاخطاء دي كلها يتعمل بيها مذكره والمسؤولين ونروح الاسم وتيجي نعرضها على طول. احنا ما عندناش تفاهم، احنا لازم نكون جامدين. يعني احنا لو اقتراح انا اننا نقلل العدد شويه، مش عيب بدل 280 ضيف يبقوا 200، ونوفر ونقعد في اوتيل. ده هنتناقش فيه ان شاء الله. يعني ان شاء الله الفتره الجايه، ودايما منورنا ونشوفك على خير قريب في مهرجان جديد من مهرجاناتنا الجميله. بشكرك وبشكر نشاطك الفذ معانا. شكرا. ما زلنا مع النجوم واحلى النجوم ومهرجان اسكندريه وحفل الختام. ما زلنا معكم في ختام مهرجان اسكندرية على الهواء مباشرة على النهار سينما، ومعايا النجم الكبير أحمد عبد العزيز ضيف شرف المهرجان اللي بيسعد وبيحب جدا مهرجان اسكندرية، وكل سنة لازم يشارك هذا المهرجان فرحته. منور معانا حفل. أهلا بيكي، متشكر جدا. والمهرجان منور بكل الناس الموجودين فيه وكل أهل اسكندرية طبعا. يعني
يعني يمكن مهرجان اسكندرية مهرجان محدش يقدر يقاومه، الناس كلها لما بتتعزم عليه بتحب تيجي، بتحب تدعمه، بتحب تكون موجودة. ويمكن المشكلة في هذا المهرجان هذا العام ان عدد اللي موجودين اكتر بكتير من محل الإقامة، وده اللي عامل مشكلة وعامل أزمة. بالظبط كده. الحقيقة هو أي حاجة في اسكندرية الناس بتحبها، يعني مش أنا بس، كل الناس. يعني أنا بحب إن أنا أجي اسكندرية لأي سبب، وبسعد فعلا إنه أجي مهرجان اسكندرية السينمائي، يعني كلما تكون الظروف متاحة فبحافظ على ده وباجي فعلا وبستمتع بوجودي في المهرجان وبوجودي في اسكندرية كمان. يمكن الفترة الأخيرة بقى كل محافظة فيها مهرجان، كنا مع بعض في الأقصر وهنا في اسكندرية، وفي مهرجان في أسوان وفي في شرم الشيخ، وهيبقى فيه في الجونة والغردقة. شايف ازاي نستغل المهرجانات دي لصالح الفن والدراما والسينما، ان يبقى مش بس عروض أفلام ولكن تبقى فايدة للبلد سينمائيا وسياحيا؟ الحقيقة هو ده كلام مهم جدا جدا، يعني وإحنا محتاجينه قوي. أولا أنا نفسي من زمان أنه يبقى كل محافظة لها مهرجان خاص بيها. يعني إحنا كنا بنشوف مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية، وأنا سعدت أن المهرجان بعد توقف رجع تاني وابتدى يتعمل، وسعدت أيضا بمهرجان الأقصر. لما يبقى في كل محافظة مهرجان فني في السينما أو في المسرح أو في التلفزيون، ده شيء جميل، لأنه إحنا هنستقبل ناس لو أحسننا ضيافتها وأحسننا أننا نفرجها على هذه المحافظة. أولا محافظات مصر كلها جميلة، كل محافظة تتمتع بحاجة خاصة بيها. الأقصر ليها خصوصية غير شرم الشيخ، غير الغردقة. الإسماعيلية حاجة لوحدها خالص، غير بورسعيد، غير السويس. القاهرة طبعا هي القاهرة، واسكندرية لو بقى في مهرجان في الشرقية، لو بقى في مهرجان في المنوفية، بقى لو مهرجان فني في كل سنة في كل محافظة، في راس البر كمان. بالظبط كده. واحنا يعني احسننا ضيافه الناس اللي هتجينا سواء من دول عربيه او من دول اجنبيه، وفرجناهم كويس على هذه الاماكن. احنا بنخلق سفره يتكلموا باسمنا ويتكلموا عننا في بلادهم بره، ده مفيش شك انه يشجع السياحة، انه يدي انطباع جيد للدول في الخارج، لانه يعني ايه قد يساء فهم بعض الامور في مصر من خلال يعني مجموعة من الدول. احنا محتاجين نوضح الصورة المظبوطة، ومفيش شك ان المهرجانات الفنية هي يعني خير سفير لأداء هذه المهمة، بالإضافة للفايدة الأساسية وهي أننا بنرتقي بقى بفنوننا، ويعني بندفعها لقدام شوية علشان تستعيد وضعها ومجدها القديم اللي احنا بقينا بنسميه دلوقتي يعني الزمن الجميل. يعني عايزين نستعيد هذا الزمن الجميل مرة تانية. يعني إن شاء الله في جديد بقى، حاجة فنية جديدة نعلن عنها دلوقتي قبل ما نسيبك تحضر حفل الاختتام؟ إن شاء الله. يعني أنا بقى أشارك في مسلسل الأب الروحي فنان الجميل محمود حميدة، مع فنون مصر الفنان الجميل محمود حميدة ومجموعة كبيرة من الفنانين النجوم القدام المخضرمين، ومجموعة كبيرة أيضا من شباب الفنانين الواعدين الممتازين، مجموعة من الوجوه الجديدة إن شاء الله هتنور في هذا المسلسل. أرجو أنه الناس تستمتع به، وهو يعرض قبل رمضان إن شاء الله. إن شاء الله. مرة تانية بقول لك ألف مبروك، وفي انتظار العمل، وسعداء بوجودك كضيف شرف في مهرجان اسكندرية،
وبتمنى كل النجوم يجوا يدعموا المهرجان، مهرجان بلدهم، لأن بالنجوم المهرجان بيكبر والمهرجان بيبقى له قيمة. شكرا ليك وأهلا بيك معنا في مهرجاننا. أهلا وسهلا، ما زلنا معكم مع النجوم وأحلى النجوم. ما زلنا مع حفل ختام مهرجان اسكندرية على الهواء مباشرة من النهار سينما. ورئيس مهرجان مسقط سعداء بوجوده هنا، زي ما بنسعد واحنا عندهم في مهرجان مسقط، بنشوف احلى استقبال للوفد المصري، احلى سياحه لمسقط. ويعني بيبقى المهرجان مش بس ثقافي ولكن مهرجان سياحي. انا عرفت البلد دي من خلال مهرجان مسقط وشفت فيها جمال غير عادي من خلال جولات المهرجان. هو منورنا النهارده كرئيس لجنه تحكيم، وأيضا كضيف شرف للمهرجان وضيف غالي جدا علينا، دكتور خالد زدجالي. برحب بيك ومنور. والله بوجودكم وبوجود الأصدقاء والأحبة الفنانين اللي نشارك معهم هذا الحفل الكبير. يعني طبعا انت في لجنة التحكيم ما قدرناش نعمل معاك الواجب وناخدك في مركب زي ما بتاخدونا ونوريك البحر واسكندرية، وناخدك المنتزه نوريك قصر المنتزه. يعني اتمنى ان يبقى في وقت تشوف اسكندرية زي ما ورتنا جمال وحلاوة عمان من خلال مهرجان. يعني انت هتوريني بلدي؟ يعني انا عايش في مصر. انا عارفه انت عايش في مصر، بس برضه نفرجك اسكندريه. يعني مصر حاجه واسكندريه لا صحيح، انا اسكندريه دي يعني من اهم واحلى المدن العربيه اللي ازورها. يعني يمكن فتره دراستي انا في القاهره ما كانش في سنه الا ونجي نزور المدينه مرتين ثلاثه على الاقل. وتخيلي من 30 سنه الى 35 سنه الماضيه كم مره زرت اسكندريه. يعني غيرت عليك السنه دي. اسكندرية دائما في تغير، الأوضاع تتغير في كل مكان، مرات تجدها يعني متألقة تماما، مرات لك ملاحظة، لكن هذه الأجواء لا يمكن أن تتكرر في مدن أخرى. يعني أكيد عندك ذكريات حلوة هنا بقى من أيام الدراسة. جدا جدا، يعني انا كنت انزل بعض الاحيان في الفيسبوك عن رحلاتي الى اسكندريه ايام لما كنت طالب، فكنت انزل بين فتره وفتره مجموعه صور. يعني لا يمكن انسى المنتزه زي ما ذكرتي انت، وسط البلد، المطاعم اللي على البحر، السمك بقى في المناطق الشعبيه كده بقى، رحت اكلت سمك محل السمان والحاجات الحلوه. يعني معقوله افوت يعني لا ما تفوتش، اوعى تفوت، دي اجمل حاجه بتفضل في الذاكره الحاجات دي. صحيح، هي يعني جمال اسكندريه بحاجاتها الطبيعيه، بحاجاتها الشعبيه، بحاجاتها البسيطه. يعني احنا نلف العالم كله، لكن لما تجينا دعوه في اسكندريه او بعض المدن زي الاقصر وزي بعض المحافظات المصريه ما نلاقي بديل عنها. يعني لا يمكن تقارني بها بنيويورك وكذا، دي مدن ثانيه، دي مدن عمارات، هنا شعب، هنا ناس، هنا يعني تتعامل مع الناس، تتعامل مع الذوق، تتعامل مع الحاجة البسيطة، فحاجة تانية لا يمكن مقارنتها. كرئيس لجنة تحكيم عايزة تكلمني بقى عن الجزئية دي، شفتها ازاي وأعضاء اللجنة اللي كانوا معاك وخرجتوا ايه من التجربة؟ هي أول حاجة المسابقة هي مسابقة جديدة لأول مرة تعملت، يعني تحت مسمى جائزة القدس، ومعي حقيقة المخرج المصري مهند دياب الشاب، وعندي المخرجة الإماراتية نجوم الغانم. وتجربة الأفلام حقيقة هذا العام كانت أفلام جيدة يعني رائعة، يمكن سنة بعد سنة أنا أحس أنه مهرجاناتنا يعني بدأت تأخذ الجانب الإيجابي الأكثر، يعني البحث عن الأعمال اللي هي صعب الوصول إليها. فلا أنا مبسوط جدا جدا من الأفلام ومبسوط من الجائزة، وجود هذه الجائزة. وتحدثنا كثير حقيقة أنه جائزة القدس يعني أنه يجب أن تتوزع، يجب أن يكون لها دور، حتى نستطيع أن يكون لنا دور إحنا كسينمائيين في دعم القضية الفلسطينية أينما كان. نعم إن شاء الله إحنا سعداء بيك، وهنشوف نتائج أكيد مهمة بدل من أنت موجود كرئيس للجنة، هتسعد بيها وهتسعد بيها ناس إن شاء الله. وإلى
أن نلتقي في مسقط إن شاء الله، دورة جديدة نكون معاكم فيها. بقولك منور اسكندرية، أهلا بيك في بلدك ومكان ذكرياتك ودراستك وأيامك الجميلة في مصر دايما، وإن شاء الله تقضي وقت حلو مع حفل الختام إن شاء الله. إن شاء الله، وأنا سعيد حقيقة بتواجدي معكم، يعني بوجودك أنت كل سنة وتستضيفينا، يعني هذا أكبر احتفال وأكبر استقبال. أنت بتسعدنا على نهار سينما بجد. الله يخليك، الله يخليك. ما زلنا معكم، ما زلنا مع النجوم وأحلى النجوم وحفل ختام مهرجان اسكندرية على الهواء مباشرة في نهار سينما.